السائل إبراهيم يقول: فضيلة الشيخ، أنا في سفري وإقامتي أستخدم البطاقات الائتمانية كما يسمونها فيزا، فما رأي الشرع في نظركم في هذه البطاقات؟ مأجورين. لا تجوز البطاقات الائتمانية، بمعنى أنهم يدفعونها لك تشتري بموجبها ويسددون عنك، يكون دينا في ذمتك ما سددوه عنك ويستردونه بزيادة، والزيادة قد تكون عند الدفع وقد تكون عند أخذ البطاقة، يأخذون الزيادة مقدما أو يأخذونها مؤخرا عند التسديد، هذا هو الربا ولا يجوز. نعم.